عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. If I could ask you all our respected brothers and sisters who are able to stand up to do so to honor the birth of the greatest man that has ever lived on this earth, our Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوا على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرة وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب صلوات الله عليك
ليس أزكى منك أصلا قط يا جد الحسين فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب يا ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أفضل السلام والسلام عليك يا رسول محمد وآل محمد الهی با بیمار داشت بلا جو بیمار ہو جلد پائے شفا الهی برائے امام زمان اٹھے قبر سے کہ ہم لی ہے پانچونا کل چہادتن احمد و علی زہرا و حسن شبیر سے لے تیمام زمان شبیر سے لے تیمام زمان ایک ایک پہ صدا صلوات پرو صلوات صلوات و سلام یا امام زمان فرما و ظهور یا زمان صلوات السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ
السلام عليك أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى التسعة المعصومين من ذريته علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن، عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.